من الأشياء اللي ممكن نعملها إحنا إنه أول حاجة نحط وقت معين للنوم والاستيقاظ. حلو. الشيء الثاني إنه في حالة إنه دخلنا على غرفة النوم فبالتالي غرفة النوم تكون مهيئة ما يكون فيها تلفزيون مثلا. نعم. الشيء اللي بعد كذا ممكن إحنا ما ناخذ الأدوية حقت الأدوية اللي ممكن تسهر أو تسبب عرق. ممتاز. كذلك عندنا موضوع المنبهات. التدخين يفضل إنه آخر جرعة ممكن تكون بعد الغداء. ففترة يكون طويلة يكون الإنسان يستعد فيها لي كان جسمه يتخلص من أثارها وبالتالي ينام نوم هادي. هذا الأفضل. جميل. من الأشياء الثانية ممكن اللي هي اللهم صل وسلم على حبيب سيد رسول الله سلام. في أدوية ممكن تعطى للمرضى حسب حاجة المريض. لكن ما هي أدوية منومة، ولكن إحنا نعطيها مثلا المرضى اللي يكون عندهم اكتئاب أو أرق، وبالتالي هذه الأدوية ممكن تساعدهم على النوم.